تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا، ولكن قبل ذلك خلينا نرحب ب يعني طاقم العمل عندنا ميرة المري. صبحت الله بالخير ميرة، وصبحك الله بالخير يا بنوح. تفضل الدكتورة. صباحكم ورد وصباح الجمال، وصباحك خير يا محمود. صباح الأربعاء الذي يليه الخميس الونيس. والله كله على بالي اليوم الخميس. ايه تي نفس جو الخميس تحسه صح، بس لسان باجي يوم واحد بس للخميس ان شاء الله. فنذكركم بارقام التواصل معنا على لا لان انا متعود انت تين الخميس، الاربعاء ما تين. صدق؟ الاربعاء طاف كنت لا ما كنت موجوده. ايه الاربعاء اللي قبلك كنت موجوده. انزين. ارقام التواصل. ارقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف الحمد لله اليوم على نور دبي وهيئه الصحه في دبي DHA_دبي على انستغرام. طبعا كل قنوات التواصل هذه عشان تشاركوا معنا ملاحظاتكم شكاويكم ارائكم، وشكر بعد اي ملاحظه حابين تقدمونها تحسونها ممكن تحسن من تقديم خدمات هيئة الصحة بشكل خاص أو الخدمات الصحية بشكل عام في الإمارات، طرشونا إياها. أي شكر حابين تشكروا موظف معين، أي شكوى، أي معلومة، أي سؤال عندكم تواصلوا معنا، عشان هذا في النهاية برنامجكم وبرنامجنا ومحمود إن شاء الله. شكرا للدكتورة. طيب نتكلم اليوم عندنا خبر يقول التوقيت الأفضل لإجراء جراحة القلب. وجدت دراسة جديدة أن إجراء عملية جراحة القلب المفتوح في الصباح الباكر يشكل خطرا أكبر على المرضى، ويوضح الباحثون أن الأمر مرتبط بساعة الجسم أو إيقاعات الساعة البيولوجية التي تساعد على تنظيم العمليات خلال النهار، بما في ذلك تحديد وقت الاستيقاظ والنوم والأكل ومدى استعدادنا للتعافي من الجراحة الطبية. ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة لانسيت أن هنالك ما يقرب من 300 جين يربط بين ساعة الجسم وتلف القلب، بما في ذلك التعرض للنوبات القلبية بعد إجراء جراحة القلب. وقال مؤلف الدراسة بروفيسور ديفيد مونتن من جامعة ليلي في فرنسا، وجدت دراستنا أن الضرر الحاصل بعد جراحة القلب يكون أكبر لدى أولئك الذين يجرون العملية في الصباح مقارنة بإجراء الجراحة القلبية فترة بعد الظهيرة. وأضاف تشير نتائجنا إلى أن جزءا من الآلية البيولوجية وراء الضرر الحاصل يتأثر بالساعة البيولوجية والجينات اللي تتحكم بها، ونتيجة لذلك فإن إجراء جراحة القلب في فترة بعد الظهر قد يساعد على الحد من خطر إصابة المريض بضرر في القلب بعد الجراحة. طبعا أضاف تشير نتائجنا إلى أن جزءا من الآلية البيولوجية وراء الضرر الحاصل يتأثر بالساعة البيولوجية والجينات التي تتحكم بها، ونتيجة لذلك فإن إجراء جراحة القلب في فترة بعد الظهر قد يساعد على الحد من خطر الإصابة إصابة المريض بأضرار القلب بعد الجراحة. ودرس الباحثون السجلات الطبية ل 596 شخص ممن أجروا جراحة استبدال صمام القلب، حيث أجريت نصف العمليات الجراحية في الصباح والنصف الآخر بعد الظهر، وتضمن البحث الذي جرى في الفترة بين
2009 وديسمبر 2015 عملية الكشف عن أي إصابات قلبية كبرى مثل النوبة القلبية أو قصور القلب أو الوفاة الناجمة عن أمراض القلب. هذا أعتقد دكتور يعني الدكتور الجميل شو اسمه دكتور القلب مالنا فهد باصليب. لا كان مفروض نكون معانا يقولنا رأي بهالدراسة والله. اي بس هذا اظني يعني هو بيخالف هذه الدراسة. طبيب جراح ليش بيخالفها؟ لان عملياتهم الصبح وبعدين عقب الظهر عند مشاغل ثانية يعني. بس اتوقع محمود الدراسة قصدها انه اول الصبح يعني يكون مبكرا جدا يعني. بس اتوقع احنا جراحاتنا اصلا ما تكون بالعاده ما تكون مثلا 8 الصبح عشر. في مرور وشي عقب العشرة 10 ونص في مرور على المرضى الصبح ولا شيء. فاعتقد الجراحات تكون شوي متاخره. بس ممكن ان هالدراسه يعني طبعا الفكره من هالدراسات اللي يسوونها ليش؟ لان المريض اللي يخضع لجراحه في القلب انت تبات بعد جراحه القلب. محمود ترى مو جراحه القلب مو مثل اي عمليه عاديه. نعطي المريض كورس اعاده تهيئه لحياته لتقليل خطر انه يصاب مره اخرى بامراض في القلب تستوجب جراحه اخرى. عشان شي سووا هالدراسه عشان يشوفون شو الاسباب اللي ممكن تعيد الاصابه بامراض القلب بعد الجراحات. فاكتشفوا ان وقت الجراحه نفسه عامل اساسي. يعني تقريبا نص اللي سووا لهم عمليات استبدال صمام القلب يتم يعني احتمال يكون عندهم نسبة إصابة بأمراض القلب أكثر من اللي سووا لهم الظهر نفس العملية. يعني هذا تدري محمود شي يعطينا سبحان الله كيف جسم الإنسان يمشي إن في ساعة بيولوجية تتحكم في كل هذا المبع عشوائيا جسمنا يشتغل. والله يعني بعد الواحد ياخذ بالأسباب دكتورة صح يعني كيف؟ إن شاء الله ما حد يوصل لي إنه يسوي عمليات قلب ولا صح. يعني ممكن ان يساهم في تدهور صحته ان شاء الله. شفت الحين نحن نتكلم عن تحدي دبي للياقه. واحد من الاهداف اللي يسعى له هذا التحدي ان يعني يحمي المجتمع من مثل هذه الامراض. صحيح. لان طبعا اخذ بالاسباب كل شيء بيد رب العالمين طبعا, ولكن الاخذ بالاسباب عامل رئيسي في ممكن اقول مو بالحماية. احنا ما نقدر نقول حماية 100%, ولكن الوقاية او تقليل خطر الاصابة ببعض الامراض. وترى في نقطة مهمة بنقولها بما ان الدراسة ذكرت عن الساعة البيولوجية. احترام الانسان لساعته البيولوجية عامل رئيسي في الوقاية من الامراض. كيف؟ دائما كنا نقول عن اهمية النوم ان لازم الواحد يحترم ان في ساعة بيولوجية تهيئ الجسم انه يعمل عمل معين خلال الليل. فالناس اللي تسهر وايد وتاخذ حظ اقل من النوم تلاقون عندهم نسبة الاصابة بالامراض اكثر, السكر والضغط وامراض القلب بعد. فساعتنا البيولوجية لازم نحترمها ونعدل جدولنا حسب ساعتنا البيولوجية. ساعة كم ترقدين انت دكتورة؟ انا ارقد والله وايد بدري 9 ونص. الساعة كم تنشين؟ 5. ليش تنشين 5؟ صلي الفير. صلي الفير. اي ما شاء الله عليك دكتوره. زين عموما نحن ما نتواصل معكم اليوم. موضوع حلقتنا موضوع مهم جدا للجميع. ما نتحدث عن خدمات هيئه الصحه لعلاج مرض السكر بمناسبه الشهر العالمي للتوعيه عن مرض السكر. ايضا ما نتناول كل الجوانب الخاصه بهذا المرض من الوقايه من العلاج ومن ايضا معايشه مريض السكر. بيكون عندنا كذلك في الاستوديو الدكتور محمد حسنين استشاري الغدد الصماء في مستشفى دبي, ايضا دكتورة فاطمة الخروصي اخصائية التغذية العلاجية في مستشفى دبي. ومعانا كذلك بيكون هنالك نموذج من النماذج الجميلة جدا لمرضى السكري السيد محمد مصطفى. هذا بيحدثنا عن تجربته مع هذا المرض. فالحلقة بتكون غنية. أدعوكم للمشاركة عبر الأرقام اللي بتذكرها الدكتورة على 600551414 والرسائل على 4006 أو إذا حبي على إنستغرام لايف DH_Dubai ونور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600-551-4144 ورسائل نصية على 4006 موجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي DHA_دبي. إذن صبحكم الله بالخير جميعا، كل اللي متواصلين معانا عبر الحسابات الخاصة بالتواصل الاجتماعي سواء DHA_دبي أو حتى من خلال نور دبي لايف على الانستغرام. إذن قبل الفاصل نحن وعدناكم أننا نتحدث إخواني عن مرض السكري وعن خدمات الهيئة اللي تقدمها لعلاج مرضى السكري. معانا في الاستوديو الدكتور محمد حسنين استشاري الغدد الصماء في مستشفى دبي، والدكتورة فاطمة الخروصي اختصاصي في تغذية علاجي في مستشفى دبي، وايضا معانا يعني ضيف مميز اللي هو اخونا محمد مصطفى مريض بالسكر. انا اسمحوا لي دكاترة اليوم ببتدي مع محمد لأن يعني أول مرة نستضيف معانا أحد الأشخاص اللي يعانون من مرض السكري، ما نتعرف على تجربته من خلال هذا المرض. صباحك الله بالخير أخوي محمد. صباح النور. خبرنا في البداية عن تجربتك مع مرض السكري. في البداية أنا أعاني من مرض السكر أكثر من 22 سنة ولله الحمد، وحاولت أني أتأقلم مع هذا المرض من فترة طويلة لكن للأسف ما قدرت، لين ما راجعت مستشفى دبي للسكر وبعدها عرفت ان شو اللي لازم علي اسوي وشو اللي لازم عليه مريض السكر اللي يسويه ويتعلم من هالأمور كلها، من دكتور السكر لين دكتور تخصائي التغذية لين دكتور القدم. هاي الأمور كلها تشمل في مكان واحد يعني. ممتاز. نعم. أخوي محمد، أنت قد حاولت تتعايش مع مرض، خبرنا شو يعني تتعايش مع مرض السكر؟ شو يتطلب منك مرض السكري؟ مثلي أنا عندي مرض السكر من النوع الأول اللي لازم أخذ إبر إنسولين. فتدين الواحد يوم يكون صغير ما يهتم، وخاصة إحنا ما كانت عندنا الثقافة اللي موجودة حق مرض السكر يعني. اليوم صارت عندنا الثقافة جدا واعية ومهمة بالنسبة لكل بيت في لازم تحصلين واحد في مرض السكر. قبل ما يعرفون يعني اللي عندنا شوابنا ما يعرفون هذا في سكر ولا ما في سكر، ياكل اللي ياكله ويشرب اللي يشرب. صحيح. اليوم صار الكنترول اكثر واكبر والتوعية صارت في كل مكان، في الراديو في التلفزيون برا في العيادات في المستشفيات في كل مكان، فتحس ان في مستوى الوعي زاد بمرض السكر، بالتالي تحس ان مريض حياة مرض السكر صارت افضل من قبل مليون مرة. كم كان عمرك يوم يعني اصبت بالسكر؟ 20 سنة. نعم. يعني كان السبب وراثي محمد ولا؟ والله نعم السبب وراثي، لأن أبوي رحمة الله عليه في سكر ويدي بعد في سكر، والآن أمي بعد الحين فيها سكر. الله يعطيها الصحة والعافية طول العمر إن شاء الله. طيب الحين أنت قلت بديت تتعايش مع هذا المرض، أنا أبغي أعرف شو اللي تسوي بالضبط. بديت أتعايش مع هذا المرض بعد الثقافة الزايدة اللي يعني اللي شفتها من المستشفيات والعيادات اللي موجودة في دبي. بديت أزور الدكاترة أتعرف على هذا المرض. هذا المرض يعني لازم الإنسان يتعايش معه. صحيح. كأنه شيء موجود معك 24 ساعة ما يتحرك معك، ساير تحركت تحرك معك، قعدت قعد معك هذا المرض. هذا المرض يحتاج له انك انت اول ما تقوم من النوم عندك الجهاز اللي هو فريستايل تفحص سكر. قبل يعني في اليوم انا افحص يمكن اكثر عن 12-13 مرة بالابر. اليوم انا عندي جهاز فريستايل برو، طبعا الجهاز هذا غني عن تعريف. الجهاز هذا يفك اي انسان مريض سكر من الوغزات الابر اللي هي شبه يوميا للتعبه. فعلى اي وقت ممكن افحص السكر واشوف السكر كم معدل السكر في الدم عندي. بهاي الطريقه امسك نفسي عن الاكل، فصارت عندي توعي. يوم ازور دكتور التغذيه تقولي محمد ترى الاكلات هاي اللي كنت اكلها، طبعا بعد فحص التراكمي اللي كل 3 شهور مره، تقولي لحظه انت عندك بعض الاكلات لازم شوي تخفف منها. فابتدي انزل الرقم. انا على فكره يعني كان عندي الرقم 12.1، اليوم انا عندي الرقم 7.1. يعني بالنسبه لمريض السكر هذا مجهود جبار اللي عمله في عده شهور، انا نزل من 12 لين 7.1.
ممتاز. على طار الأكلات وإن شو مفروض تأكل وما تأكل، نروح لأخصائية التغذية فاطمة الخروصي. فاطمة تعطينا فكرة ونبذة، مريض السكر كيف مفروض يتعايش مع السكر من ناحية الأكلات اللي أكلها؟ بالنسبة لمرضى السكر خاصة مرضى النوع الأول أو النوع الثاني، خلي يعرفون أول شيء أن أكلهم ما بيتغير عن أي أكل ثاني. أي إنسان طبيعي من حقه أن يأكل الأكل اللي هو يبغي، من حقه أن يأكل الأطعمة اللي هو مشتهيها. خاصة يعني أغلب المرضى بالنسبة اللي عندهم مشكلة السكر دائما يحطون في بالهم أو يهم تيه مثل الصدمة، أنا ما بأكل. لا، ما في هذا الشيء. مريض السكر يعتمد على وزنه وطوله وعمره ان احنا نحدد له الكربوهيدرات او السعرات الحراريه اللي محتاج لنا. بس من هالكربوهيدرات هو يقدر يختار الاطعمه اللي محتاج لنا من النشويات. يعني في النهايه ما في شيء بينلغي عنه، لا بروتين ولا كربوهيدرات ولا اي نوع من الاطعمه، لكن في حدود. يعني الكربوهيدرات تتحدد من قبل اخصائي التغذيه على حسب السعرات الحراريه اللي محتاج لنا المريض. بعد ما يخلص ياخذ اللي هو الكربوهيدرات، يحدد هو يقيم شو نوع الاكل اللي ابغيه بناء على المتوفر عندي في البيت او في المطعم. فعشان شيء احنا في مستشفى دبي يعني المرضى لما يجونا اول ما نبتدي وياهم نعلمهم كم كميات الكربوهيدرات اللي محتاجينها في اليوم، وتتقسم على الكربوهيدرات او البروتينات بناء على الوجبات المحدده، بناء على الوجبات الخفيفه اللي بينها الوجبات الرئيسيه. فالمريض هنا له فرصه انه هو يختار اكله، فنحدد له بس احنا الكربوهيدرات، وهو بيقيم الكميه اللي ياخذها من الكربوهيدرات بناء على اكل متوفر في البيت. جميل. دكتور محمد حسنين، يعني اخونا محمد تحدث عن ان لم تكن لديه هذه التوعيه وهذا هذه المعرفه بالنسبه لمرض السكري، وبعد ان يعني تعرف على هذه التوعية اللي قدمت له بدأ يتعايش مع هذا المرض وبدأ يعني يعيش حياة صحية. أنا أبغى أتكلم الآن عن الخدمات اللي توفرها الهيئة لمرضى السكري، وأيضا الحملات التوعوية اللي تقوم بها الهيئة للتوعية بهذا المرض. أشكرك على السؤال الهام، لأن يمكن أخونا محمد بدأ بأهم نقطة اللي هي التثقيف والتعليم الطبي. الحمد لله الهيئة بتوفر لمرضانا كم ضخم من فرص العلاج. صحيح. أماكن ممتازة للعلاج سواء في الرعاية الأولية أو في المستشفيات، أحدث أنواع العلاجات، أحدث أنواع الفحوصات. زي ما قال محمد، هو عنده جهاز بيديله القراءة بكل دقيقتين. صحيح. لكن كل ده لن يغني عن الوعي والتعليم الطبي. صحيح. كلنا عندنا أجهزة آيفون أو ما أشبه، لو ما نعرفش نستخدمها إزاي بكفاءة هتبقى يعني يمكن غير مستغلة. صحيح. فبالتالي أهم من أهم الأشياء اللي بتقدمها هيئة الصحة اللي هو تثقيف المرضى علشان يقدر إن هو يتعايش ويتجنب مخاطر السكر. صحيح. نمرة واحد يكون عايش حياة طبيعية فيها استمتاع، وفي نفس الوقت يقلل من مخاطر السكر اللي ممكن تأثر على كثير من الأجهزة. وبالتالي ده يأخذنا للسؤال الثاني اللي هو حملات التوعية، لأن حملات التوعية المعتني بها بالشكل أهم هو المريض اللي عنده استعداد وقابلية لحدوث السكري. لو أنا عرفت أن بسبب تاريخ أسرتي أو بسبب وزني أو بسبب سني اني عرضة ان يجيلي مرض السكري، وعرفت ايه الحاجات اللي ممكن اعملها، فده طبعا يكون شيء هام. والهيئة بتعمل برامج توعوية بشكل مستمر. يمكن صحيح. احنا الشهر هذه نقطة مهمة دكتور، انا ابغي اعرف يعني حالة اخونا محمد كانت وراثية، زين كان ممكن يتجنب الاصابة بمرض السكري بما نيته في سن مبكرة اللي هي 20 سنة، هل هالكلام سليم انه كان ممكن يتجنب الاصابه بما ان هي وراثيه، ام ان خلاص اذا هي وراثيه بتصيبه؟ لو انا مريض سكر من النوع الاول في صعوبه شديده ان انا اتجنبه. صحيح. لان ده بيكون عوامل الوراثه وعوامل ضعف البنكرياس بتكون من الصعوبه ان اتجنبها، واحيانا بتحصل لبعض الاطفال. احنا يكون التشخيص للطفل ما جاتلوش الفرصة ان هو يعني يكون اسلوب حياته اسلوب سيء
ويحتاج للتعديل. لكن اللي يمكن تجنبه أو على الأقل تأخيره بشكل كبير جدا نوع السكر من النوع الثاني اللي هو بشكل كبير جدا يرتبط بأسلوب حياتنا. وده السبب أنك لما تيجي تشوف نسبة الإصابة بالسكري في الماضي من 30 أو 40 سنة ماضية الجينات ما تغيرتش، الوراثة ما تغيرتش، لكن اللي تغير هو أسلوب الحياة. صحيح. طيب سامحيني دكتورة بس لأن هذا سؤال مهم يقول صباح الخير، السكر صعب جدا التحكم فيه للأطفال، صعب نمنعهم من أكل حاجات يحبونها، المهم ضبط جرعات الأنسولين، أنا بنتي عندها سكر عمرها 6 سنوات، الأطباء يتعاملوا على أنهم آلات مش أرواح. لا. شو رأيكم؟ لا طبعا بالنسبة لنا احنا في يعني مستشفى بخاصة الأطفال احنا فاتحين عيادة، وهاي العيادة تكون فيها خصائية تغذية تكون موجودة، والدكتورة نفسها اللي تتابع الأطفال واللي هي ممرضة اللي هي تثقف الأم من أماكن الإبر أو أماكن ضرب الأنسولين أو من ناحية الإبر بشكل عام. بالنسبة للأطفال احنا أي طفل يجينا سواء كان من قبل كان يعني توافد على مستشفى دبي أو أنه جديد، دائما أول ما نبتدي ويا الأم الكارب كاونتينج. شو يعني الكارب كاونتينج؟ يعني الطفل ياخذ احتياجاته من السعرات الحرارية ومنها نطلع منها النشويات، نطلع نسب منها وبناء عليه نقسمها على الوجبة الريوق والغداء والعشاء، وبعدين الأم تختار للطفل يبغيه. صحيح. في هالحدود من الجرامات الولد إذا كانت الأم تعطي بنفس الطريقة تعطي أي نوع من الأكل هو حاب منه لكن في حدود الجرامات هذه. إهن الأمهات وايد ارتاحوا، حتى بالعكس لما يشوفون إن كمية الجرامات اللي حطيناها في مثل الفطور والغداء والعشاء يشوفونها بالعكس هاي أزيد حتى على المطلوب، يعني أنا عندي صلاحية إن أنا أقدر أعطي الطفل كمية أكبر. في شيء ثاني بين الأطفال مثل ما قالت الأم هم مش مكائن، بالعكس هم من أرواح الحمد لله، لكن بين وجبات الطفل صح الأم ما تقدر تسيطر عليه، بين وجبات تبغي تعطيه أي شيء. عندنا كذا خيار نعطي الأم. أول شيء الخيار الأول ممكن تعطيه السناك الأولي اللي بين الوجبتين الرئيستين فيها نسبة نشويات معينة. السناك الثاني تقدر تعطي الأم أي نوع من السناكات بس في حدود مثلا البروتين أو الأطعمة اللي ما فيها نشويات، بحيث أن الطفل على الوجبة الأخيرة إذا ياخذها هو الأم مرتاحة متأكدة 100% أن أخذ النشويات. في شيء ثاني بعد غير أن الأم تقدر تعطي الطفل أو أي إنسان ياخذ إبر إنسولين بين هالوجبات أي نوع من النشويات بس يقدر ياخذ بدالها أي جرعة إنسولين سواء نص يونت أو واحد يونت وحتى تحضر له إياها. محمود هي نقطة مهمة عن الأطفال، أحيانا الأمهات يعني يكون عندهم أندر استيمت أو تقليل من عقلية هذا الطفل. الطفل ممكن أنا أفهمه، يعني ما أقول لأنت مثلا أقول أنت مريض لازم تمتنع، ولكن مثل ما يقولون المسايس السياسة أوصل مع الاتفاق بناخذ هذا بس ما بناخذ هذا. أتوقع أطفالنا عندهم مستوى وعي أعلى من اللي إحنا نتوقعه، فهو يبالي شوية وعي وسياسة من الأم والتفاهم مع الطبيب ومع أخصائي التغذية. صدقيني كلنا ممكن نوصل لاتفاق واحد على الأرض واحدة. بعد حتى الطفل ما شاء الله يعني احنا عندنا يونا اطفال هم حافظين اكثر عن الام. صحيح. وهم اللي يذكرون الام، احيانا الام تكون ما شاء الله عندها كذا طفل فهم يقولون الحين هاي الوجبه اللي حددتي لي اياها انا اخذها، احيانا الام تعطيه وجبه زياده لا انت اعطيتيني هاي الوجبه انا الحين الوجبه الثانيه باخذ فيها هذا. فالطفل تلقينا اصلا مجرد ان هي على الزيارات هاي المستمره ويا الاهالي خلاص حافظ الوجبه وحافظ. صحيح. اكيد. جميل. نحن الحوار ما شاء الله فيه وايد محاور، بنرجع بعد حق اخوي محمد عندنا بعض الأسئلة اللي بنسأله عن طبيعة حياته وعن بعض الشغلات اللي ممكن تفيد مرض السكري. ولكن يعني نذكركم بضيوفنا قبل أن نطلع الفاصل، دكتور محمد حسني استشاري الغدد الصماتي في مستشفى دبي، دكتورة فاطمة الخروصي أخصائي تغذية علاجية في مستشفى دبي، وأخونا محمد مصطفى هو أحد مرضى السكري اللي يانا للسودي شاركنا هذه التجربة. طبعا ما تواصل معاكم دكتورة على الأرقام على 6005551414 ورسائل على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل عندنا ضيوف مميزين يوم في الاستوديو لنتكلم عن خدمات هيئة الصحة لعلاج مرض السكر بمناسبة الشهر العالمي للتوعية عن مرض السكر. معنا في الاستوديو الدكتور محمد حسنين استشاري لغدد الصماء في مستشفى دبي، ومعنا فاطمة الخروصي أخصائي تغذية علاجية في مستشفى دبي، والضيف المميز معنا اليوم الأخ محمد مصطفى مريض للسكر موجود معنا عشان يشاركنا تجربته مع مرض السكر. أحييكم مرة ثانية ضيوفنا الكرام، شكرا لتواجدكم معنا. ناخذ مداخلة بس قبل أن نكمل الحوار معاكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. بالخير والنور، تفضل أخوي. الله يسلمك. دكتورة ليش مستعيلة أنت؟ خلينا نفهم عليك شوية. لا لا أنا ماشي وقت والله، في وايد بحاول نوصل، في وايد أسئلة بعد. تفضل يا سيدي. طيب بس أنا سؤالي عندي بنت عمي صغيرة تقريبا، هي كان عمرها يعني الحين تقريبا سنة فيها السكر، الحين عمرها 10 سنوات. طبعا بالأكل ما تلتزم خالص، والسكر على طول عنده 500-400 فوق، يعني ما كم عمرها؟ 10 سنوات. ما تلتزم بالأكل خالص، وناخذها عند الدكتورة اللي مراجعة مثلا مشفى لطيفة، وتنصحها وتعطيها اللي هو الصحن وتعطيها اللي هو البروشر، تقول له كذا وكذا كذا، تروح البيت بيناموا أهلها، بتروح تفتح البراد وتخبص خبص تأكل الليل. تسمع الإجابة. تسمع الإجابة أخي. أيوة. بس طيب. إحنا نريد توضيح. الله يسلمك. دكتورة بدنا توضحينا الساعة البيولوجية لو سمحت. فالك طيب إن شاء الله. عاد مو باليوم عندنا وايد محاور إن شاء الله باكر. طيب صعب يا محمود، هذه اللي كانت تتكلم عن نفس الموضوع، نفس موضوع أخونا اللي جتنا المداخلة من خلاله، يقول لنا صعب يا محمود يطلعون ويأكلون من وراك في المدرسة أو في أي مكان، يأكلون حلويات وعصاير من ورانا. أنا هذا السؤال حق دكتور محمد ودكتورة فاطمة، خبرونا شو المفروض يسوونه في هذا المجال. بتكلم عن الجانبين، الجانب التغذوي والجانب أيضا في عملية التعامل مع نفسية المريض. يمكن ده سبب ان كتير من الاهالي بيحاول ان هو يفهم اولاده ممنوع تاكل كذا، وطبعا ده شيء صعب جدا. كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. لكن لو قلنا للطفل مسموح لك تاكل الحلويات او السكريات دي، لكن تكون في وقت توقيت الوجبه كانها نوع الديزرت الحلو، صحيح، لان ساعتها يقدر الطفل بمساعدة أهله وبالنصيحة من الطبيب وهو أخصائي التغذية أن يعدل جرعة الإنسولين على مقدار اللي هو عايز يأكله، ليه بزاج أكل شوكولات، أكل آيس كريم أو ما إلى ذلك. لو أكلتها في التوقيت الوجبة هيكون من السهل تعويض نسبة الإنسولين بحيث الطفل يستمتع وما يحسش أنه هو منبوذ مختلف عن باقي الأطفال، وسكره ما يرتفعش. دكتور عندك اضافه ظني؟ بس بعقبه دكتور، الدكتور محمد انت كلامك دكتور صح 100%، واعتقد هذا لازم يكون حتى في الاطفال العاديين اللي ما عندهم سكر. يعني حتى احنا كامهات في البيت ما اخلي مثل ما نقول الثلاجه مفتوحه للطفل ياخذ منها اللي هو يبا وقت ما يبا. حتى في البيت الاطفال العادي لازم انظم لهم اكلهم، ما في سناك قبل الاكل، السناك يكون بحد، ما في شيء مفتوح. فاعتقد هذه ثقافه مهمه في جميع الاطفال وجميع الامهات. تفضلي. بالنسبه للاطفال فعلا في تينا حالات، في من الامهات يقول احنا ما نقدر، لدرجه ان يقولوا يعني يا ريت انت تكفين عندنا البيت وتفهمينا. احنا الثلاجه مثل ما انت تفضلتي ممكن الام تقدر تسيطر، في امهات يقدرون بس في امهات فعلا ما يسيطرون، لان الثلاجه موجوده في مكان مش قريبه من الام، والطفل ما بتلحق واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. بس احنا كنا دائما نقول للامهات اول ما الطفل او اي شخص عنده سكر يجي مع مجموعه هو يحبها، مثل الحد من العائله، الاب او الام او اي حد لصيق منه. في نفس الوقت نخليهم يعني دائما يسالون الطفل او يسالون الانسان اللي عنده مريض السكر نوع الاول والثاني شو حاب تاكل، على اساس انه يحدد له كميه الاكل اللي هو ياخذها. بالنسبه للاطفال دائما الام تقول انه ما اقدر اسيطر عليهم، لكن فعلا في كانت حاله من الحالات الام والابو يو ما قدرنا نسيطر على البنت، البنت كانت وايد عصبية في عمر 10 سنوات أو 9 سنوات، وكانت رافضة تسمع كلام الأم أو الأبو لدرجة ما عنده حد
يعني اسمع كلامه، احنا خلنا البنية هاي بس يمكن جلستين جلسنا وياها في الاسبوع الاول جلسة واحدة، الاسبوع الثاني جلستين، بعدين البنت هي روحها قامت هي تحضر الوجبة لنفسها بدون ما تختار الام او الاب. ممتاز. انا باخذ بس هذه الرسائل على السريع. صباح الخير، احصل كيف اقدر احصل على جهاز السكر او من وين اشتري في دوني ما عليكم امر؟ الجهاز اللي كان يتكلم عنه اخونا محمد وين يقدر يحصله؟ إذا كانوا من المرضى مستشفى دبي وعندهم ملف مفتوح وتابعوا مع الدكاترة، في هناك عندنا الأخصائيات اللي هم الدايبتيك نيرس ممكن يعطونهم أو الدكتور حسنين. حتى من العيادات تنعطى محمود الأجهزة، بس الأجهزة العادية موجودة عندنا. الجهاز اللي قاله الأخ محمد ده إحدى يمكن الانوفيشنز اللي حصلت جديده في هيئه دبي. والهيئه حددت له معايير محدده يكون مريض سكري بياخد انسولين 4 مرات في اليوم علشان يقدر يستفيد من كم المعلومات. جميل. لان لو انا على انواع اخرى من العلاج يمكن مش هقدر ان انا اغير في علاجي ما بين ساعه والاخرى زي مريض الانسولين. صحيح. اللي بجرعات مكثفه. صح. في رساله تقول السلام عليكم، انا ما اعرف اذا مريضه سكر او لا، قبل سنه صار عندي المخزون 7 تغطي هيموجلوبين اي 1 سي، ورحت عند دكتوره صرفت لي ابره فيكتوزا، قالت لي لازم انزل وزني لان كان 99 العم 158، التزمت معها طبعا كنت اوقف مراتنا الابره كانت تعبني، انا لليوم اخذها عشان انزل وزني وحاليا وزني 87، مخزون السكر عندي 5.5. يوم رحت عياده في ابو ظبي انصدم قال لي متاكد من رقم المخزون، للعلم الدكتوره قالت ان احتمال هذا من الوزن وبيروح، فهل انا مريضه السكر او لا؟ يعني الهيموجلوبين اي 1 سي كان 7 نزل 5.5 مع الابره. تفضل دكتور باختصار الله يخليك. 7 او 7 ده سكري، 5.5 ده حرق ما قبل السكري. في كتير جدا من الناس اللي بيكون عندهم سكري بيعمل سيطره قويه بيقدر ان هو ينزل. صحيح. ما بنحكمش على تشخيص السكري من تشخيص واحد، فيمكن التشخيص الاول كان مشكوك فيه. صحيح. ممكن. هذه من داخل يقول قبل كنت احس بهبوط وكنت احس بضربات قلب متسارعه، بعد ما التزمت في رمضان باكل ومشي صحي تغير كل شيء واحس عمري طبيعيه. ان شاء الله دائما الالتزام دائما. زين، في حد يقول هني انا نسبه مرض السكري في الامارات تخوف، هل عندنا ارقام دكتور؟ ان شاء الله يوم 14 نوفمبر في عندنا مؤتمر صحفي ان شاء الله، والمدير العام حيعلن على الارقام الجديده. تابعونا عشان تعرفوا ارقام السكري وارقام ما قبل السكري ان شاء الله. ممتاز. عندي بنت تربيتي فيها سكري وفيها هذا السيلياك ديزيز الجلاتين فري اللي يستخدمونه. زين، والبنت وايد ضعيفه، فشو البرنامج الغذائي لها دكتوره فاطمه؟ بالنسبه للطفله اذا كانت اقل عن الطبيعي لازم نحدد لها سعرات حراريه بحيث انها ترفع سعرات حراريه، يعني تكون سعرات حراريه عاليه جدا او يعني تعتبر فوق المستوى الطبيعي عشان توصل للمستوى اللي محتاجته. لو يرفعوا قيمه السكر مثل الدخان والسكر 200% هذه الطريقة يخفف استخدام السكر. هذا اقتراح يعني. انزين، العلق التقويم كما فيه آيات قرآنية ما فهمت شو المطلوب. عموما هني يقول انا متأكدة ان في علاج للنوع الاول بس عمره ما بيطلع للنور، ده تجارة بالمقام الاول. يقول تقول بنتي 42 وحدة لانتوس وزنها 45 كيلو و40 اوكي يعني 45 ل40 اظني. واخذة انسولين مائي 40 واخذة انسولين مائي. طيب بالنسبة للعلاج في ابحاث قاعدة تصير في هذا المجال، يعني ان شاء الله حسب يعني ما سمعت انا دكتور وحسب ما عرفت ان هنالك بعض الابحاث اللي سوف ترى النور قريبا لعلاج السكري تماما. هذه قريناها وسمعنا فيها، ان شاء الله يا رب تكون ترى النور في القريب العاجل في المستقبل القريب ان شاء الله. واذا طلع فيه مثل ما كان يقول في علاج يعني علاج نهائي لمرض السكر، احنا ما اعتقد بيكتم متخبي يعني. بالعكس. وبعدين تجاريا افضل لهم دكتور يطلعونه ولا اكيد، لان اصلا السكر يكلف الدوله ملايين ومليارات. صحيح. فوجود هالعلاج بالعكس اوفر للدول طبعا. شو رايك دكتور؟ بالتأكيد ما فيش هيئة علمية تقدر ان هي تمنع نشر الابحاث دي. صحيح. ما ننساش ان العالم ضخم واي حد عنده مثل هذه الابحاث. احنا للأسف بنساعات بنعمم السكر في السكر النوع الاول غير السكر النوع الثاني، فعلاج واحد غير علاج الثاني، وان شاء الله
ففي السنوات القادمة يكون في علاجات ناجعة للسكر إن شاء الله. أنا أبغى أرجع حق محمد دكتورة. إيه محمد. محمد أنت يعني خبرنا الحين عن حياتك، ما شاء الله شوفك فت رياضي ما شاء الله، يعني محافظ على صحتك. أبغى أتكلم معاك شو النمط اللي تتبعه في حياتك حاليا، واللي تنصح أي شخص مصاب بالسكري يسويه من واقع تجربتك، وأيضا الأشخاص السليمين شو المفروض يسوونه من واقع تجربتك أنه كان ممكن يتفادون يعني الإصابة بهذا المرض. قبل ما أجاوب خوي، بس أنا عندي رسالة بوصلها فضل للناس. ما أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ما في أي إنسان يصدق أي شيء ويوصل عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق شخص معين أو علاج معين داخل أو خارج الدولة، وبالأخص العلاجات اللي يقول لك والله حط بقدونس مع ماي شوي مع حلبة مع أنت فاهم أنا شخص يعني عرفت، ممكن يعني الناس تفهم، في بعض الناس ما تفهم عفوا، وصير تسوي هالعلاجات. وأنا عن نفسي خلال هاي السنوات كلها كنت أصدق هاي الأمور وأسير وأعمل هالعلاجات وكلها ما منها فائدة. فهاي نصيحة لحد يتبع هالأمور، يتبعون الدكاترة الصح. هاي نقطة مهمة جدا. نعم. بخصوصي أنا، أنا كان وزني على فكرة يعني كان وزني يمكن 94 95 عفوا. من بديت أستمر على زيارتي للدكاترة بطريقة صحيحة، يعني كل 3 شهور عند دكتور وعند التغذية وعند دكتور القدم، بديت أحسن من مستوى السكر في الدم، وبديت أضعف شوي شوي بطريقة صحية 100%، وبدأ السكر يعتدل عندي بطريقة بعد يعني صح أنها مو سريعة، لكن بديت أنظم السكر بطريقة جدا ممتازة، وبهاي الطريقة بديت أنزل وزني وأمشي حق المساجد اللي موجودة في المنطقة. أحيانا أمشي يعني إذا الجو مناسب مثلا الحين صلاة الفجر مثلا المسجد الفلاني وكذا، وأحاول إني أتمرن. يعني التمرين هذا يغنيك عن أمور كثيرة في حياتك. خلينا ناخذ مداخلة من أم عبد الله. أم عبد الله صباحك ورد. ألو أم عبد الله. ابن عبد الله عفوا عبد الله. عبد الله. هلا هلا أخوي، سامحنا عاد. تفضل أخوي. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل أخوي على السريع. سؤالي بالنسبة للجهاز اللي موجودين فيه شهر شهر واحد اللي هو تحت الجلد. هل مفيد لكل المرضى ولا حد وحد؟ وإذا اتخذ فصلا درع، هل واحد جاهز طبيعي جدا مثل ما هو كأنه طبيعي ولا إن شاء الله؟ سؤالك واضح، سؤال واضح دكتور محمد. تسمعني في جاهز. في سؤال ثاني عندك ولا بس هذا السؤال؟ خلاص راح. طيب دكتور، في من 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 فترة تم الإعلان عن بعض الأجهزة اللي تطلع في السوق عموما، جهاز شيء تحت الجلد وشيء بعض الأجهزة اللي بتطلع، لكن أيضا هيئة الصحة أعلنت كذلك عن إبرة دكتور إنه ممكن يعني تعطى لمريض السكري كذلك تغني عن يعني استخدام 4 أو 5 إبر في إبرة واحدة. اعتقد هذه التقنيه قال لنا عنها دكتور علي، اعتقد بتوفر ان شاء الله قريبا في الهيئه. فهذه المستجدات، يعني انا بضيف لسؤال عبد الله، المستجدات الحاليه واخر التطورات في علاج السكري حاليا التي يعني ستتوفر والتي توفرت في الهيئه بشكل سريع، لانه ما عندنا وايد وقت. اشكرك جدا لان سؤال هام جدا واثار بلبله شديده بين كثير من المرضى. في شقين، الشق الاول اللي هو بعض وسائل التواصل الاجتماعي تكلمت عن الابره اللي بتتحط تحت الجلد وتكون موجوده، ليه شريحه تحت الجلد تحفز الانسولين. مظبوط، دي حاليا لسه مش متواجده في دوله الامارات. الابحاث مستمره، وهي احد انواع العلاجات اللي موجوده ومتوفره حاليا، بياخدها المريض اما مره في الاسبوع او مره في اليوم. البديل اللي هيكون موجود لو تم الموافقه عليها انها تكون شريحه، بدل ما يدي ابره مره في الاسبوع تكون الشريحه دي موجوده لمده 6 شهور. فطبعا دي بتريح. الامر الثاني اللي هي الابره اللي هي الجديده اللي تمت مناقشتها ويمكن تتوفر في القريب العاجل لمرضى هيئه الصحه، دي عباره عن
نوعين من العلاجات الموجودين حاليا عندنا بس الاثنين في ابره واحده. بدل ما المريض يضطر ان هو ياخد ابرتين في اليوم هياخد ابره واحده في اليوم وهتؤدي وظيفه قويه. لان طبعا احيانا جدا بيكون عدد مرات الحقن او الابر عامل مزعج للمريض. صحيح. طيب هذا من ناحية الخيارات اللي موجودة دكتور. نحن يمكن دائما نحرص أن هذه المنتجات يتم تجريبها ويتم يعني أخذها بعين الاعتبار أن 100% تكون صالحة للعلاج. فهني إذا أنا بحط مثل قطعة 6 شهور تحت يلدي إذا أنا مصاب بالسكر، هل أنا بضمن أن هذا العلاج 100% بيكون يعني فعال ولا لا؟ أعتقد يتم قياسات معينة خلال وضعها أكيد. بالضبط، لأن حد ممكن يسأل ليش ما يبتوا في الإمارات. الحقيقة يمكن الميزة الحمد لله موجودة عندنا إن ما فيش دواء بيتم إلا بيكون بعد ما يكون متوافق عليه من الهيئة الفيدرالية في أمريكا وأحيانا من الهيئات الأوروبية كمان. سلامات. تفضل دكتور. الشريحة دي تتوفر الأول في أمريكا وإن شاء الله دولة الإمارات تكون من أول الدول. دائما نحن متعودين على هذا الشيء. سلامة نهاركم سعيد. احتاج جهاز فحص السكري والضغط مع أدوية السكري والضغط حسب الروشتة المرفقة. وين الروشتة؟ وين الروشتة؟ عموما انا يعني باقي لي دقيقتين، مثل ما بديت بمحمد باخذ محمد وبختم معاكم بكلمة اخيرة. تفضل اخوي محمد. تسلم. انا ما عندي غير اني انا اقول حق كل مريض سكر اني حاسب على نفسه ويتمرن ويزور الدكاترة اللي موجودين مختصين له، اللي الدولة تدفع مبالغ طائلة جدا على أساس أنك تعالج واحد فيه سكر. صح. فلا تهملون الدكاترة ولا تهملون أنفسكم وزوروا دكاتركم. شكرا لك أخي محمد. فاطمة شو تعطي رسالة؟ رسالة لكل مريض سكر، لا تحط في بالك أنك أنت مريض، أنت حالك حال أي إنسان، شخص طبيعي تقدر تعيش حياتك عادي تاكل اللي تبا وتاكل اللي تبا بس بالقياس. وبالنسبة للأم لا تخافين، عيالك في عيوننا، وإذا بغيتي أي استشارة إحنا ما بنقصر إن شاء الله. في نفس الوقت تكوني صديقة لأطفالك عشان يقدرون يسمعون كلامك. شكرا لك دكتور محمد. الحمد لله لو أي مريض عنده أي مشكلة هيئة الصحة بتوفر خدمات كثيرة في المستشفيات وفي الرعاية الأولية. وشاركونا في حملة التوعية اللي هتكون في شهر نوفمبر إن شاء الله في حديث الكور. شكرا لك دكتور محمد. دكتورة ندى عندك كلمة بعد هذا المناسبة. شهر توعية بسرطان بشهر توعية مرض السكري هو شهر وايد نشيط في كل العيادات، حتى عيادات القطاع الحصري الأولية محمود تلاقي كلنا عندنا حملات توعوية لهذا المرض. فأنا أنصح كل حد تابع لأي عيادة يتوجه للعيادة ويسألهم متى الحملة عشان تستفيدوا من الخدمات. طيب نحن في الختام نشكر الدكتور محمد حسنين استشاري غدد الصماف في مستشفى دبي، الدكتورة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية العلاجية في مستشفى دبي، وأخونا محمد مصطفى أحد مرضى السكري على مشاركته هذه التجربة معنا. شكرا لك يا أميرة المري كانت معنا في التنسيق. شكرا لك دكتورة ندى كانت معنا في التقديم، وأيضا بنوح أيمن سرحي شكرا لك. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة. تقبلوا تحياتنا ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.